شوبينج صار أهيان على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطل عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك بصير فيكم تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. انتم مرتاحين، ما لكم غير تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الصنف لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. شوبر ماكسي أريتي هالقطعة يلي ما في ست بيت مش بحاجة لإلها، بتسهلنا حياتنا لأقصى حدود، ما بقى نعتل هم نقطع أو نفرم أي شغلة منعوزها بالمطبخ. هالشوبر ماكسي القوية كتير يلي بتكسرنا التلج، وكمان فينا نفرم فيها البصل، الثوم، الأفوكا، اللوز، الجوز، وفينا نفرم فيها اللحمة للكبة ومشتقاتها. شوبر ماكسي أريتي مكفولة لمدة سنة، وبتحصلوا عليها بس ب 60 دولار وين ما كنتوا بلبنان، بمجرد الاتصال على بس سيلر على 01 44 55 55. بعدنا لليوم كلنا نتذكر أماتنا لما كانوا يستعملوا المولان اليدوي، ويلي كان يتعبون كتير لتحضير أي نوع أكلة. بس يا أريتي سعرها 40 دولار رح تخلص كل ستات البيوت من هالتعب، وهيك بيتحمسوا يصيروا يحضروا مأكولات أكتر بالبيت. بس هي آلة بتشتغل على الكهرباء لطحن جميع أنواع الحبوب، إن كان العدس، الفول، الحمص، لتحضير المجدرة، الفلافل، الحمص بطحينة، وحيلا أكلة تانية بطريقة سريعة وهينة. حتى فيكن تطحنوا جميع أنواع الخضرة والفواكه حسب طلبكن. هالماشين متوفرة بثلاث ألوان يلي هن الجرين، الأورنج والبربل، ومكفولة لمدة سنة. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم باسي أريتي ب 40 دولار من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. قد من زمان كنا نستعمل هالهاند بلندر تنحضر اكل الاولاد، وبعدين صرنا نستعملها لطحن كل الاكل على انواعه. صرنا نطحن العدس والبصل للمجدره، ونطحن الحمص للحمص بطحينه، والباذنجان للمتبل، والافوكا للجواكامولي، كما فينا نحضر فيها اطيب كوكتيلات عصير. ما شايفين بتساع قطعتين، عليكم بس تحطوا جوفر أو وافل ميكر أريتي سعرها 47 دولار رح تلبينا بشكل سريع وتساعدنا على تحضير أطيب جوفر أو وافلز بالبيت. مثل ما شايفين بتساع قطعتين، عليكم بس تحطكن جوفر أو وافل ميكر أريتي سعرها 47 دولار رح تلبينا بشكل سريع وتساعدنا على تحضير أطيب جوفر أو وافلز بالبيت. مثل ما شايفين بتساع قطعتين، عليكم بس تحطكن جوفر أو وافل ميكر أريتي سعرها 47 دولار رح تلبينا بشكل سريع وتساعدنا على تحضير أطيب جوفر أو وافلز بالبيت. مثل ما شايفين بتساع قطعتين، عليكم بس تحطكن جوفر أو وافل ميكر أريتي سعرها 47 دولار رح تلبينا بشكل سريع وتساعدنا على تحضير أطيب جوفر أو وافلز بالبيت. مثل ما شايفين بتساع قطعتين، عليكم بس تحطكن جوفر أو وافل ميكر أريتي سعرها 47 دولار رح تلبينا بشكل سريع وتساعدنا على تحضير أطيب جوفر أو وافلز بالبيت. مثل ما شايفين بتساع قطعتين، عليكم بس تحطكن جوفر أو وافل ميكر أريتي سعرها 47 دولار رح تلبينا بشكل سريع وتساعدنا على تحضير أطيب جوفر أو وافلز بالبيت. مثل ما شايفين بتساع قطعتين، عليكم بس تحطكن تكونوا محضرين الشوكولا، الفريز أو كرامبري، سكر بودرة، أو حيلا شي زيادة عبالكن تضيفو. Enjoy your waffle. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، واحصلوا على جوفر أو وافل ميكر أريتي بس ب 47 دولار من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. قد ايه اوقات منعطى الهم ناخد اكلاتنا معنا على المكتب او على الشغل، ومنتلبك فيهم تنشيلهم من طنجره لطنجره او من علبه لعلبه تنرجع نحطهم بصحن ونحطهم بالمايكروويف او نسخنهم على الغاز. مع سكالدي أريتي ما بقى في زوم لكل هالعذاب، ما قلنا الا نحط الاكل بسكالدي ناخدها معنا محل ما بدنا، وبس بدنا ناكل ما قلنا الا نحطها بالكهرباء لوقت كتير بسيط وبيسخنوا وبيصيروا جاهزين للاكل. سكالدي أريتي مكفوله لمده سنه، وفيكم
بتحصلوا عليها بس ب $65 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه بمجرد الاتصال على بست سيلر على 01 44 55 55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم دائما تتصلوا على بست سيلر على الرقم 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.